السلام عليكم شباب، رجعت لكم بحلقة جديدة. وطبعا اليوم الحلقة 59، وكالعادة راح نسوي عليها رياكشن ومنحلل ومندخل المقطع في غرفة العمليات. بس قبل لا نبدأ طبعا لا تنسوا تتأكدوا انكم فعل جرس التنبيهات وتدعس لايك في هذا المقطع وتنشره لأصحابك. وليتس جو. اوكي، مثل ما انتم شايفين احنا في لندن الحين، يا لندن او باريس. دائما اللقطة الاولى فيها فن، ما ادري ليش دائما احب اتامل اللقطه الاولى. هذا واحد ميت هنا كاميرامان، في ناس ميته وفي مراحيض كبار. اح والله فجوا عليه السكبيدي دول الصغار شباب، والله والله فجوا عليه. كان هذا بيموت من شوي. اوكي، في جرايد هنا، في جرايد هنا. من هو ده؟ من هو ده؟ كوكاكولا هنا يا شباب، بيبسي، كوكاكولا، بطاطس في الارض. زين، بينقذه طبعا. خلينا نشوف نكمل. واو، او ماي جاد، اثنين هم هالمره. ابعد. واو، واتس جوين اون؟ اول سبيكر، السبيكر مان، تايتن سبيكر مان ده ولا السبيكر مان؟ وش صاير؟ في شيء غريب يا شباب. قربت نهاية السلسلة، او المصمم قاعد يحسسنا بالامان حاليا، كله امان. تايتن كاميرا مان مع تايتن سبيكر مان مسيطرين على الوضع. واو، السبيكرات يطيروا بعد. اوكي، واو، ياه، حلوه حلوه، تم الاتحاد. لازم الحلقه 60 في شي بصير. خلاص حلقتين الان، 58 و59 أمان والأمور طيبة. الحلقة 60 لازم في مشكلة بتصير. مثل ما أنتم شايفين يا شباب، أنا أحس تايتن سبيكر مان هو إكس بوكس. أوكي، شركة إكس بوكس، والكاميرا مان سوني بلاي ستيشن 5. خلونا الآن نرجع إلى المقطع نشوف بعض الهوامش، إذا كان في هوامش معينة ما انتبهنا إليها، وبعدها راح ندخل المقطع في غرفة العمليات ونعكس الفيديو. واضح إن إحنا في لندن يا شباب او باريس، كان فرنسا، لانه كان المكان فرنسا وكان المكان لندن. هنا انفجار، هذا حد السيفون. ما في شيء واضح غير الصور هذه. هل هذه الصور يا شباب اللي شفناها تعني شيء؟ هل هذه الشخصيه تعني شيء اللي موجوده هنا في صوره شخص؟ زين، في كلام هنا مو واضح بصراحه. ماروكو، ماروكو يعني المغرب. واو، شوفوا حجمه ده كبير، عنده صواريخ وكل شيء. اختلع اختلع، والله دخلتهم رهيبة. قال له ابلع، قال له ابلع. ما في احد هنا، ابي اشوف السبيشال ايجنت. موتي اشوف السبيشال ايجنت. بس والله هذه الفكرة مرة رهيبة يا شباب، دخل الصواريخ كلها في بوزة حشرها. قال له روح. كاميرا 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 كاميرا، ليش هذا كان قاعد؟ كله كاميرا مان. زين، السبيشال ايجنت يمكن داخل الدريشه هنا، يمكن هنا تحصله. ما هو موجود يا شباب، مو منخش، ما شفناه للاسف. في واحد يرقص وفي واحد واقف. كاميرا مان ذاك. المشهد يعبر عن اشياء كثير. اعقل انت، اعقل، قاعد يرقص مو راضي يوقف. وقعد، والله حلوة هذه اللقطة، انه الاتحاد يا شباب، الاتحاد قوة. خلونا الان نشوف المقطع بالمقلوب. وال كانهم، وال حلاوة اللقطة كذا، حلاوة اللقطة كذا والله. واو، كانهم زعلوا. اوكي، نايس، ريوس
ايوس واو. طبعا شباب لو تلاحظوا الحلقتين اللي طافوا 58 و59 المصمم قاعد يحسس المشاهد بالأمان، ما في مشاكل، وهذا هو الشيء المطلوب، انه يخفف الرتم شوية الآن. بس صدقوني راح تصير في مشاكل، ومثل ما قلت لكم ان الحلقة 60 في شيء بصير، لازم تكون في مفاجأة في الحلقة 60. والله وش رأيكم؟ اكتبوا لي تحت في التعليقات ايش الأشياء اللي تتوقعوا ممكن تصير في الحلقة 60، وهل تعتقدوا ان النينجا كاميرا مان راح يرجع او التايتن تي في مان راح يرجع؟ انا بالنسبة لي مو وقته انه يرجع الحين، بس اذا بيرجع يرجع وهو مجرم، يرجع وهو مهكر، لان ما ندري احنا الحين يا شباب هو وين راح. هل رجع الى الميلتري يعالجوا؟ صحيح هو هرب، بس يمكن في هروبه صادوه وهكروه. عموما شكرا على المشاهدة، لا تنسى الآن تتأكد أنكم فعل جرس التنبيهات وتدعس لايك في هذا المقطع وتنشره لأصحابك، وضروري تعطوني آراكم أو أي تعليق حابين تكتبوه